بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين ثلاث حاجات كده لذاذ وظراف جدا وطعمهم ان شاء الله يعجبكم. بصوا، اول حاجه هنعمل مكرونه بالفراخ بس بشكل مختلف خالص يعني، وطريقتها سهله ولذيذه جدا. وهعمل حاجه كمان، هعمل كفته بالجبنه والشبت، كفتة لحمة هنحشيها من جوه جبنة وشبت، برضو فكرتها سهلة جدا وطعمها لذيذ وخطيرة. واخر وصفة هعمل حاجة اسمها الكيك المخطط، هي قالب كيك بسيط جدا هنقطعه بطريقة مختلفة علشان نحط له حشوة برضو بشكل مختلف، فهيبقى مخطط بقى وظريف قوي ان شاء الله وسهل. ونخش بقى في اول وصفة اللي هي المكرونة بالفراخ. هقول لكم المكونات وبعدين هشرح لكم الفكرة بقى. انا معايا كيس مكرونه شرايط، اللي هو المكرونه الشرايط تخينه كده شويه. انا ايه سالقه كيس مكرونه وحاطه له كده معلقه زيت عشان تبقى مفرفطه وجاهزه معايا. ومعايا كمان وراك من الفراخ متقطعه مكعبات، يعني قطعيها ايه مكعبات على قد كده عقله الصباع ولا حاجه تبقى مناسبه. وعايزه بصلايه كبيره متقطعه صغير، فصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره من صلصه الطماطم، ملح وفلفل. معايا كمان يعني اوبشن كده زياده، شويه شرايح من الهوت دوج مقطعين شرايح طويله كده، وكمان شويه من الجبنه الشيدر المبشوره، وتقريبا اربع او ثلاث اربع معالق يعني من الزيت، علشان قلت لكم انا فرفضت فيها المكرونه فخلاص احنا فرفضناها بقى وعايزين نكمل ايه بقيه الوصفه مع بعضنا. بص انا مسخنه هنا اهو الطاسه اهو، واول حاجه هجيب جنبي الفراخ، وعايزه اجيب كمان البصل والثوم علشان هنشوح الفراخ مع البصل والثوم. تمام، ونجيب هذه المعلقه الظريفه ونفتح الفراخ. عارفين بقى خلاص حفظته، انا بحب الوراك اكتر من الصدور، بحس انها ايه يعني قطرة وبتستوي بسرعه وظريفه بصراحه. لكن لو انت عندك صدور فراخ وعايزه تستخدميها في الوصفه دي برده مفيش مشكله، يعني المواضيع دي كلها اذواق وحسب اللي عندك بقى في الثلاجه. تمام، عايزه احط شويه زيت. الوراك جميله بصراحه، واحنا صغيرين كلنا انا كنت بتخانق على الورك بس الحمد لله في كل عيله تلاقي كده ايه في المعادله دي، في حد بيحب الوراك وحد بيحب الصدور، فالدنيا متظبطه يعني حطيت شويه زيت، عايزه انزل بالبصل كده اهو. عارفه انا حاسه ان الطاسه دي صوت طلعت صغنونه، نعلي النار تيجي نلحق نغير دلوقتي قبل ما الطاسه دي تسخن. نجيب طاسه كبيره صح عشان تكفي، خلينا في الايه في الامان، ممكن نجيب الووك دي احسن كده عشان ايه غويطه كده، وايه نحط فيها كل الحاجات. معلش يا طاسه احنا مش هنعوزك دلوقتي، معلش ماشي يا نور. البصل هيبتدي يسخن حالا، وهقوم ايه حاطه الفراخ الاول تتشوح كده مع البصل وتاخد لون ظريف، وبعدين نبتدي بقى نحط لها الثوم، ومعايا صلصه الطماطم وطبعا ملح وفلفل. واخر حاجه خالص قبل ما اشيل الفراخ بقى تكون يعني استوت وتمام، هحط شرايح الهوت دوج دي، هتعمل طعم كده هي والفراخ مع بعض ظريف جدا. تمام، ممكن عقبال ما البصل يدخل في الحاجات دي ونبتدي نحط له بقيه المكونات ما تيجي نتكلم عن الوصفه الثانيه عشان الوقت ونلحق نظبط نفسنا. الوصفه الثانيه كفته الجبنه والشبت، او كفته بالجبنه والشبت، لطيفه قوي قوي وشكلها حلو وطعمها لذيذ. هقول لكم المقادير واقول لكم ممكن نعمل ايه برده علشان الوقت. معايا كيلو من اللحمه المفرومه، اوكي، عليها طبعا ملح وفلفل، هنحط لها بيضه واحده بس، 3 معالق كبار من البقسماط الناعم، تفل بصلايه كبيره، احنا خلاص اتفقنا ايه هو التفل ده، بنعصره من ميه البصل وبنستخدمه. ومعايا كمان نص كوبايه من الدقيق، وربع كيلو جبنه شيدر صوابع، يعني بتجيبي ربع كيلو من الجبنه قطعه واحده حته واحده، وبنقطعها عشان تبقى على شكل صوابع كده عشان ندخلها جوه الكفته وبس خلاص. ظريفه برده جدا جدا. قبل ما البصل بقى يدخل في التشويح كده ونضيف له بقيه الحاجات، تعالي يا كفته عشان اوريكم برده الفكره بتاعتها عامله ازاي، لانها فعلا سهله جدا ولذيذه. تعالي يا بيضه والشبت اهو،
هخلي دول هنا كده. عايزه اجيب القرمه اللي هناك الحلوه دي برضو. تعالي كده اهو، نطلع بوله كبيره ونبتدي بقى ايه نحط الكفته، قصدي اللحمه. طبعا اللحمه المفرومه لازم يكون فيها نسبه دهن، لازم، بس نسبه الدهن دي يعني 25% مش اكتر من كده، لان طبعا هي هتكش. فلو نسبه الدهون فيها اكتر من 25%، 25% ده يعني ربع الكيلو، يعني الكيلو كله 3 ارباع لحمه والربع هو اللي ايه فيه دهن بقى ومخلوط يعني معجونين في بعض. لو نسبه الدهن فيها اكتر من كده هيبقى عندنا مشكله انها هتكش قوي وهتبقى مش حلوه، شكلها هيتغير. لكن 25% ده هيخلي طعمها حلو وقوامها وشكلها ما يكشش قوي، هتكش اكيد بس حبه صغيرين مش قوي يعني. البصل اهو تمام، لسه شويه بصل. نحط بقى ملح وفلفل اول حاجه هنا على اللحمه، ملح وفلفل كده، وهكسر البيضه اهو، وهنحط البقسماط وهنحط البصلايه المبشوره ناعم ومعصوره خالص من الميه بتاعتها، يعني بتفل بس كده اهو كده على جنب، وايه واعجن كل الكلام ده كده في بعضه. بس لمي بس كده ايه الكفته كويس، ونسبه الدهن اللي فيها برضو دي هتخليها متماسكه، يعني هتخليها ايه ما تفكش معاكي كده وتضايقك. وطبعا ان احنا نكون عصرين البصل من ميته، واخدين التفل بس، ده برضو هيخلي الكفته ما تفكش. بس كده كده هي جاهزه. والبصل هنا ايه اخبارك يا بصل؟ البصل كده خد تشويحه محترمه، احنا ممكن في هذه اللحظه بقى نحط له الفراخ. حط كده ايه كميه ظريفه من الفراخ، مش هحط الكميه كلها كفايه دول، نحط ده هنا في وصفه اخرى هنا كده. عايزه الفراخ تتشوح مع البصل. وموضوع الكفته ده بقى ايه، انا معايا هنا الشبت ومعايا الجبنه اللي متقطعه صوابع، بصوا اوريها لكم اهي، احنا بنقطعها بالسكينه كده علشان اقدر ايه احشي بيها اللحمه المفرومه اللي احنا هنعملها كفته. بصوا شكلها ايه، هو بس كده تمام. احط بقى اللحمه دي هنا كده، وعايزه اجيب صينيه او ممكن طبق، بس احنا ممكن نجيب صينيه دلوقتي، مش عارفه نجيب طبق. ان 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 ايه الصوت ده؟ هاخد ايه واحده كده من اللحمه المفرومه، كتله كده من اللحمه المفرومه، احطها هنا كده على الطبق. بصوا هفردها بهذا الشكل كده، وهجيب واحده من الجبنه احطها هنا كده في النص، وشويه من الشبت كده اهو، وهقفل عليها ايه اللحمه زي الكفته كده. بس لو في اي حاجه زياده انا مش عايزاها تبقى يعني ايه يعني كتله اللحمه تخينه، فانا هشيل الزياده ده فاهمين، وهلم بقى الكلام ده كله كده ايه على بعضه بهذا الشكل الظريف كده اهو كده اهو، وتدوسي عليها كده تضغطي عليها علشان نقفل كويس قوي حوالين الجبنه وحوالين الشبت. مش عايزه تحطي شبت طبعا، عايزه تحطي بقدونس او مش عايزه تحطي خالص اوكي، بس هي طعمها ظريف مع الشبت كده. ادي اول واحده. واخبار الفراخ هنا ايه؟ تمام. انا عايزه الفراخ تدخل في التسويه وتتشوح كويس علشان تستوي بقى ونقدمها. اقول لكم بقى ازاي نعمل واحده كمان من الكفته كده اهو،
نفردها هنا كده، نجيب جبنة ونحطها في النص ورشة شبت كده ظريفة، ونقوم ايه قافلين اللحمة كده عليها زي الكفتة تمام التباب كده اهو. وتبتي تبتي كويس، خديها كده بقى ايه وقرصي عليها كده عشان تبقى متظبطة. تمام كده، لازمها كده تبقى مبططة شوية وطويلة حبة كده اهو. تمام، ونحاول بقى طبعا ان هما كلهم يكونوا ايه يعني على قد ما نقدر يكونوا مقاس واحد. تمام كده الفراخ ايه مية مية. نغير الجلوفزات دي عشان اعرف اتعامل بقى مع الفراخ. ايوه صح يا نو. كده اهو ممكن نغير المعلقه دي كلها لان انا مسكتها ايه مغيرها. هناخد دي الاسباتيولا ماشي اهو، حط بقى ملح وفلفل، ملح فلفل اسود كده اهو. احلى حاجه بقى في الوراك انها بتستوي بسرعه ما بتاخدش وقت خالص، وكمان متقطعه صغير يعني فتمام التمام. هي كده خلاص تقريبا استوت يعني مفيش اي مشكله فيها، كلها اتشوحت وخدت لون حلو جدا وجاهزه. عايزه احط بقى الثوم ياخد بس كده تقليبه، وهجيب معجون صلصه الطماطم معلقه صغيره احطها برده كده اهو. الله على الريحه الحلوه بقى كده. اوبس تعالي هوقع تاني برضه، هوقع تاني. عايزين نعمل مسابقه كام مره بوقع في الحلقه. عماله اوقع عماله اوقع، ايه ده؟ طيب يا نوى استنيني يا نوى بعد الحلقه حبيبتي. ماشي ماشي يا نوى ماشي يا نوى. معايا بقى ايه ال كده خلاص الفراخ تمام، الهوت دوج المتقطع شرايح ده طبعا ده اوبشن يعني لو مش عايزه تحطيه بلاش براحتك، بس هو هيعمل طعم لذيذ جدا في الاكله دي يعني كله كده مع بعضه هيبقى حلو قوي. الله يخليك الله يخليك يا استاذ احمد. تمام عايزه من اشيائي دي كلها عشان اوريكم انا هعمل ايه في المكرونه بقى. ممكن نجيب الصينية، ايوه الصينية البايركس الظريفة دي نحطها هنا كده. وايه بقى القصة؟ تعالي يا مكرونة هقول لكم دلوقتي حالا اهو. انا بقى ايه هجيب مثلا هذه هذه ايه بقى هذا الطنج. ومع المعلقه ممكن ايه ممكن الكبشه دي مثلا ماشي. بصوا انا هعمل ايه، انا عايزه اعمل دايره كده من المكرونه ازاي. فانا همسك كبشه كده من المكرونه المسلوقه دي هدخلها هنا جوه الكبشه الفاضيه وهقعد الفها كده يعني بصوا حاجه كده تبقى عامله زي العش. بصوا لفت معايا خالص اهي تمام، واقوم جايه هنا عند الصينيه البايركس اقوم حطاها كده اهو وعامله لها كده ايه شويه فراغ بهذا الشكل الظريف. نيجي على واحده تانية برضو من المكرونه كده نحطها كده. قلت لك يا نوى استنيني بعد الحلقه يا نوى ماشي.
ادي اهي لفه كمان اهو. نيجي هنا كده جنب الايه اخر الصينيه هنا كده، وايه ونحطها هنا كده. واحده كمان، عايزين نملى الصينيه بالشكل ده. ممكن بدل التانج الاسود اللي معايا دوت لو هو مش عندك في البيت، مع ان هو مهم يا جماعه وانا انصحكم كلكم ان انتوا تجيبوه، بصراحه انا ما بستغناش عنه ابدا. ممكن بداله عارفين انتوا الملقاط الكبير بتاع العرق ده لما بنغرسه كده في اللحمه عشان نقطع شرايح، ده هينفع برده جدا، او شوكه كبيره. تمام، يبقى كلنا كده عندنا طقم توزيع، عارفينه ده بتاع الجواز ده. عندنا حاجه اسمها طقم توزيع، هتلاقي فيه شوكه كبيره، الشوكه الكبيره دي وهي ليها سنتين بس، الشوكه الكبيره دي هتنفع برده قوي. بس كده ونقوم ايه عاملين بهذا الشكل الظريف. عايزه اعمل اثنين كمان عشان البايركس يشيل كمان اثنين. هي مش غلبه خالص ولا حاجه يا جماعه، هي بس المكرونه بالفراخ، بس شكلها حلو بقى ومختلفه، يعني هتفرح الولاد يعني. واخر واحده ممكن ناخد كده ونلف بهذا الشكل الظريف كده اهو كده، بقت عامله زي العش. انتوا شايفين فاهمين قصدي؟ هنعمل ايه بقى؟ الخلطه الظريفه بقى دي اللي ريحتها تجنن دي، شكلها فظيع. هقوم حطها في النص في المكرونه. انا هجيب مثلا ايه شوكه ومعلقه، ناخد كده منها واقوم ايه حاطه كده ايه في نص التجويف اللي انا عاملاه ده من الهوت دوج والفراخ. هنا برضو كده نفس الحكايه، كده اهو. وهنا كمان جيب اللي وقعت تحت دي، تعالي رايحه فين؟ كده هنعمل كده فيهم كلهم، حط فيهم الحشوه الفراخ مع ايه الهوت دوج اللطيفه دي كده اهو. ريحه الحشوه يا جماعه حلوه قوي بجد، جامده جدا. كده اهو. وفي الاخر هعمل ايه بقى؟ هقوم حطلها جبنه الشيدر المبشوره وهدخلها الفرن يعني 5 6 دقايق بس، الجبنه ايه تلون كده مع الحاجه. هو بقى ايه بيكتري بقى مثلا زي ما انت عايزه او حسب الكميه اللي انت هتعمليها براحتك. من على النار بقى، والجبنه الشيدر المبشوره احط هنا كده شويه كده اهو. كده اهو بس. شوفوا هي مكرونه بالفراخ بس بشكل جديد وشكلها حلو ولذيذه كمان جدا جدا. هدخلها بس الفرن يعني 5 دقايق بالكتير، الجبنه بس كده تسيح تعمل لها منظر حلو من فوق. واحنا عندنا فاصل صح؟ خلاص فاصل بسرعه جدا جدا ان شاء الله، وسوف اعود مش هعمل اي حاجه غير هدخل دي الفرن بس. يلا خليكم معانا.
انا جيت خلاص دخلنا المكرونه كده ايه الجبنه بس الشيدر اللي فوق دي، لو عايزين طبعا تحطوا جبنه موتزاريلا بدلها مفيش مشكله، تسيح بس كده يبقى شكلها حلو، وهتطلعيها هتلاقي كله لامم في بعضه وماسك في بعضه وطعمها ظريف وشكلها حلو. دلوقتي هنرجع تاني بقى للكفته اللي محشيه جبنه بالشبت. احنا عملت معاكم اتنين كده ومعايا حبه في الثلاجه عايزه اطلعهم عشان نبتدي نسويهم، بس انا هفكركم تاني بالمقادير وهقول لكم انا عملت ايه علشان برضو تبقوا معايا في الحكايه. انا معايا كيلو من اللحمه المفرومه عليها ملح وفلفل، بيضه واحده بس، 3 معالق كبار من البقسماط الناعم، معايا تفل بصلايه كبيره، بصلايه كده بعد ما بنبشرها بنعصرها كويس من الميه بناخد منها التفل نحطه على اللحمه، معايا كمان نص كوبايه دقيق، الدقيق ده عشان هعفر بيه الكفته وانا بحمرها، وكمان معايا ربع كيلو جبنه شيدر، جبنه شيدر قطعه واحده تمام مش مبشوره ولا اي حاجه، مع انك ممكن تحطي يعني مبشوره وكل حاجه، بس لما تبقى قطعه واحده حته واحده هتبقى سهله ومضمونه انها ما تسربش مننا واحنا بنعمل الكفته، ولو حتى سربت هتبقى حاجه خفيفه مش المبشوره بقى اللي هي كلها ضاعت مع اللحمه، فاهمين قصدي؟ فعشان كده احنا عايزينها صوابع من الجبنه الشيدر، وفي بالمناسبه جبنه شيدر حمراء طبعا وفي الصفرة، انا استخدمت الصفرة الحمراء برضو هايلة جدا وبتتحمل درجات عالية من الحرارة، فهتفضل محافظة على نفسها ككتلة برضو ظريفة جدا لو بتحبوها وبس خلاص. فانا ايه فردت اللحمة المفرومة بعد ما حطيت عليها كل اللي انا عملته معاكم في الفقرة الاولى، وحطيت الجبنة والشبت وقفلتها كده زي الكفتة، وهجيب اللي في التلاجة عشان نبتدي نشوحهم بقى. فين اللي في التلاجة؟ فين؟ ايه تمام. هو طبعا يفضل انها تدخل التلاجة شوية علشان بس ايه الكفتة برضو لما بترتاح بعد ما بنحط لها كل المكونات وبنعجنها كويس بتخليها تبقى متماسكة اكتر، تبقاش مفرفطة مننا او ممكن تفك او حاجة، يعني انت سيبيها على الاقل كده 10 دقايق بس كده في التلاجة هتبقى افضل، يعني هتبقى مضمونة انها ما تفكش اكتر. عايزين نحط بقى هنا كده شوية زيت، طاسة تمام تسخن بس كده حاجه خفيفه، ومعايا بقى الدقيق، بس انا عايزه احط الدقيق في طبق تاني وليكن هذا الطبق ده كده، احط فيه الدقيق علشان ايه انا عايزه اعفر الكفته في الدقيق قبل ما احطها في الزيت، انا بس عايزه اطمن ان مفيش اي ميه في الطبق هنا تمام. تعالى يا دقيق كده اهو، ممكن نحط شويه دقيق كمان، يلا كده اهو، هو الزيت ايه تقريبا سخن يعني، وهيل هجيب الكفته الظريفه اللي فيها الجبنه دي واقوم حطها كده في الدقيق اعفرها، نعفر كده حاجه خفيفه وننفض من عليها برضو اي دقيق زياده، نرجها كده تمام، ونحطها على طول في الزيت. هتستوي على طول ان شاء الله وهتبقى بقى لذيذه جدا بقى وجواها جبنه حلو قوي. عايزين برضو ايه عايزه احطهم على طول كده في الطاسه عشان ايه ارجع اقول لكم على طول على الكيك بقى اللي هو المخطط اللي احنا هنعمله ده، برضو ظريف جدا وسهل. اللحمه علشان فيها نسبه دهن ريحتها رهيبه حلوه جدا، يا سلام بقى لو فيها ليا بقى، يا سلام احنا بنتكلم في ليفل تاني خالص من الجمال بقى والطعامه بقى، اللي هي دي يا جماعه خطيره جدا. اللي هي بقى ايه مامتي بقى بتعمل ايه فيها وانا بقى بقيت بعمل زيها، بتاخدها وبتحطها قطع كده في اكياس في الفريزر، وقت ما تبقى عايزه شويه ليا تقوم مطلعها كده زي الجبنه وتقوم بشرة منها
في المحشي بقى، في الباميه، في اللوبيا بقى، يا خبر مش قادره اقول لكم بقى. بتتحط في 100 حاجه فظيعه، بتتحط مع اللحوم وبتتحط كمان مع الشاورما، بتدينا كده نكهه الضاني شويه بس على خفيف من غير ما نبقى يعني منزعجين. وتحطي كميه قليله يعني مش لازم تحطي كميه كبيره. ويا سلام بقى لو بتعملي السجق في البيت وبرده تبشري لك كده بشرتين كده من الايه، من اللي بقى، يا نهار ابيض بتبقى حاجه يعني خطيره. فانا بعمل كده في اللي بقى بصراحه، احطها في الفريزر وقت ما اكون عايزه كده اعملها، وهي مجمده كده بنبشرها تبقى ظريفه جدا. ماشي، انا عايزه ايه اعمل هذه الكمية الظريفة عشان نخش على الكيك. يعني مفيش مكان خالص للاتنين دول، ممكن نستنى عليهم شوية. كده اهو، اذا بقى ايه ممكن نحط الدقيق ده هنا عشان لو عرفنا نكمل الصباعين دول، واشيل دول ورا عشان اقول لكم على الكيك بقى. عايزه اقول لكم بقى على الكيك الخطير، بس كده الكيك هيعجبكم برضو جدا جدا ان شاء الله. هقول لكم المقادير وتعالوا نبتدي فيه عقبال ما الكفته ايه تتحمر. مقادير بسيطه وهنضربه في الخلاط، عباره عن ايه، معايا بيضتين، معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايتين من السكر البودره وطبعا يا ريت يكون منخول، ومعايا كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح وبس خلاص. انا هستخدم كمان مع يعني مع الكيك ده صوص شوكولاته، هقول لكم المقادير بتاعته وهنشوف هل هنلحق برضو نعمله كده ولا ايه، لان هو انا عامله اوريدي واحد، لان هو لازم يبقى بارد علشان اعرف ايه الزق بيه الكيك زي ما هوريكم. فالحكايه هتبقى 400 جرام من الشوكولاته الخام، شوكولاته خام، شوكولاته مطبخ بتجيبيها من السوبر ماركت مكتوب عليها في ظهرها كده في الورقه 400 جرام، اوكي. وعايزه عليها 200 ملي من كريمه الخفق للحلويات اللي هي شبه علبه العصير الصغيره بتاعه الولاد دي قد الكوبايه، يعني كوبايه عاديه 200 ملي، تمام. وكمان هحتاج شويه شوكولاته مبشوره ده عشان ازوق بيها الوش من فوق. لكن صوص الشوكولاته بيبقى 400 جرام شوكولاته، 200 ملي من كريمه الخفق للحلويات، ده هيطلع لك صوص شوكولاته تخين لما تسيبيه يهدى شويه ويبرد شويه او تحطيه حتى في الثلاجه هيبقى سميك، يبقى عايز يتفرد، تمام، مش بيبقى صوص كده رايح جاي. لو عايزاه صوص رايح جاي ابقي ايه زودي شويه كريمه الخفق للحلويات بس كده. نشوف اخبار الكفته، اخبارك ايه يا كفته؟ طيب، يعني احد اعضاء الجنود المجهوله في هذا البرنامج الاستاذ رأفت، رأفت هو اللي بيغسل لنا المواعين. هي انا عايزه احييه بصراحه، انا عندي ناس كتير جدا بيقعدوا يسالوني مين اللي بيغسل المواعين. رأفت دلوقتي خد الطنج بتاعي من الفقره الاولى ولغايه دلوقتي ما جابهوش وما غسلهوش، شكرا يا رأفت، شكرا يا رأفت، عشان بقلب بالمعلقه دلوقتي، شكرا، وعماله ادور مش لاقيه. شكرا يا رأفت، فلنشكرك على هذا التصرف الظريف. مش عارفة اقلب الكفتة، انا بقى هلبس جلوفز واقلبها ويعني ايه في هذه الاجواء الحارقة ولا بيهمني، هقلب الكفتة برضه. الله عليك الله عليك، الطنج جاي اهو يا جماعة، خلاص جاي في الطريق اهو عشان اعرف اقلب الكفته. يا جماعه هتتهري مني وفيها جبنه، بس كده اهو جه الحمد لله اهو. نقلب بقى كده بالراحه علشان الكفته تتشوح من غير ما تفك او الجبنه تخرج منها كده اهو بهذا الشكل الظريف. عشان كده بقول لكم يا جماعه يعني اشتروا البتاع الظريف ده
عشان تقلبي بيه من غير بقى الشوكه بقى اللي بتقعد تبوظ الاسكالوب ولا الفراخ البانيه واحنا عمالين نقلب اي حاجه بنحمرها. فبصراحه انا بنصحكم ده عملي جدا جدا. هات واحد زيه بس كده. ماشي خليك يا كفته شغاله لغايه لما ايه نعمل يلا الكيك. تعالوا نعمله بقى في الخلاط. نجيب الخلاط هنا اهو كده اهو عشان احط المكونات في الخلاط ان شاء الله يا نهى. بس كده هحط ايه بقى في الخلاط؟ هحط البيض. هو البيض فين؟ تعالى ده الحاجات كلها بعيد عليا. شكرا جدا شكرا جدا على هذا ال ماشي هنكسر البيضتين في الخلاط. دي كيك سهل قوي قوي يا جماعه، يعني الواحد لما يبقى زهقان كده يقوم قايم عامل الكيكه دي سهله خالص وفي الخلاط كده في السريع. بيضتين ومعانا فانيليا. هنحط الفانيليا معلقه صغيره كده او معلقه كبيره زي ما انت عايزه، وهحط كوبايه لبن تمام، ومعايا كمان زيت هلا هحط منه كوبايه. بصراحه يعني ايه الكيك الواحد يحط له زيت نظيف يعني مش اي زيت، زيت هلا بصراحه هايل. عايزه املى كده كوبايه زيت بس كده اهو بهذا الشكل الظريف بس. ومعايا بقى ايه كوبايتين من السكر البودرة المنخول هحطهم برضو في الخلاط. كوبايتين سكر كتير؟ لا مش كتير على الكيكة دي، مش كتير خالص ما يتهيأ لكم كده اهو. وهعمل ايه بقى؟ هقوم مغطية الخلاط وهضرب الكلام ده كله كده مع بعضه شوية حلوين يعني بتاع دقيقتين تلاتة، بس انا مش هصدعكم برضو ايه وهضربه شوية صغيرين ان شاء الله اركبه صح. اه ما ركبتوش صح برضو. كان قلبكوا حاسس ولا ايه؟ احنا عندنا فاصل اصلا اساسا؟ طب خلاص بصوا والله الفاصل ده جالي يعني من السما دلوقتي، انا عايزه فاصل انا. خلاص هنطلع فاصل اشوف ايه اللي حصل هنا وهضرب الخليط ده ونرجع تاني نكمل بقيه الكيك. خليكوا معانا. انا جيت اشتغل. لا ما اشتغلش، وقف تاني. لا والله ما ينفعش كده يا خلاط بقى اهو. تمام انا عايزه اطلع الكفته بقى كمان علشان ما تاخدش لون اكتر من كده. تعالي يا كفته. الله بص بقى يعني انا عجباني قوي اللي هي ايه اتسرب منها حته كده من الجبنه دي، شكلها يجوع جدا. يا سلام كده كده اهو ظريفه خالص ما خدتش اي وقت. ممكن طبعا تدخليها الفرن على فكره لو عايزه تمام. بس كده اهو ظريفه، وحتى الكام واحده اللي الجبنه كده ايه يعني طلعت منهم شكلها فظيع، شكلها يجوع جدا. هسيبها هنا كده بس تهدى شويه تمام لغايه بقى ايه لما نيجي نغرفها مع بعض ونشيل الزيت ده كده بعيد. هنلاقي الزيت على فكره يعني اللي احنا حمرنا فيه الكفته زاد طبعا، لان الكفته زي ما انتم عارفين فيها نسبه دهن، فايه الدهون كلها نزلت. عايزين بقى نطفي النار دي خالص كده علشان الدخنة، ونكمل ايه ضربتين كمان في الكيك.
بس كده. ناخد بقى ايه الخليط ده نحطه هنا معانا، وعايزه اجيب بوله كده ننزل فيها خليط الدقيق، اللي خليط قصدي الكيك، سهل خالص، بيضتين، فانيليا، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه زيت هلا، كوبايتين من السكر، البودره المنخول، بس كده. عايزه اجيب هنا كده سباتيولا معايا برضو. هحط على الخليط ده بقى الدقيق، دقيق عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر اهو كده، ورشه ملح كده. اقلب بقى ايه الدقيق كده بالشكل ده. وطبعا يفضل ان احنا يكون معانا منخل. هو فين؟ كان جنبي دلوقتي اهو، علشان بس لو في اي كلاكيع من الدقيق ما تضايقناش واحنا بنقلب كده. بصوا هيبقى فيه كلاكيع كده من الدقيق، فايه نتخلص منها احسن عشان يبقى الكيك سهل معانا واحنا بنقلبه. وهتقلبيه بقى كده، ويبقى كده خلاص خليط الكيك جاهز. هحطه في صينيه، صينيه الانجليش كيك اللي هي الطويله المستطيله دي، هجيبها لكم دلوقتي تشوفوها كده. ما تستهونوش بنخل الدقيق، لان بصوا في الاخر بيبقى فعلا بصوا فيه كلاكيع كده بتبوظ، هتبوظ لنا الكيك اهو. احنا عايزين ايه نتخلص منها، ونقلب وبس. عايزه الكيك ده بالشوكولاته، تقدري تشيلي معلقتين كبار من الدقيق وتحطي بدلهم كاكاو خام، بس هيبقى بالشوكولاته. كده اهو، بس طبعا الصينيه يا ريت تكون مدهونه زيت ومحطوط لها ورق زبده، ده هيكون افضل حاجه علشان ايه الكيك ما يضايقناش، يعني نبقى مطمنين ان هو ايه هيطلع معانا بسهوله. كده اهو، بس عايزه الم هذه الاشياء وافضي مكان علشان نجيب الكيك بقى ونشتغل فيه ونظبط الدنيا. نشيل هنا برضو، نروق المسائل بقى كده اهو. بس معايا الصينيه اهي، عايزاكي تدهنيها زيت، هدهنها كده شويه زيت ونوزعه كده بمنديل مثلا او حاجه، يا اما كده يا اما كمان تحطي ورق زبده براحتك يعني، بس طبعا ورق الزبده امان اكتر. نعمل كده، بس هي صينيه الكيك دي يعني ما بتلزقش، كويسه برضو كده اهو. وهنزل الخليط في الكيك وهدخله الفرن على درجه حراره 180 تقريبا لمده 40 دقيقه. وطبعا تابعيه، ما تفتحيش عليه الفرن قبل 30 دقيقه لو سمحتوا، تمام؟ بعد 30 دقيقه تقدري بقى ايه ممكن تفتحي الفرن كده سنه صغيره وبسرعه كده بخله شيش طاووق ولا حاجه، تتاكدي الكيك استوى ولا لسه محتاج شويه، تمام؟ بعد ما يعدي 40 دقيقه. اوكي، نشيل ده هنا كده، وده هيدخل الفرن، ندخله الفرن بسرعه اهو. وطبعا ايه نسخه المكرونه بقى الظريفه استوت، الجبنه ساحت من عليها، عايزين برضو ايه نطلعها، تمام ماشي يا استاذ احمد. وادي بقى الكيك اللطيف اهو، طلعته بسهوله بورق الزبده كده زي ما انتم شايفين. وده يفضل يعني، انا دايما بحب احط ورق زبده افضل حاجه، على طول بلاقيها طلعت معايا ولا غلبتني ولا اي حاجه خالص. اقشر كده من عليها ورق الزبده كده، وطبعا تعملي الكلام ده بعد ما الكيك ايه يهدى خالص كده ويبرد، تمام؟ برده ايه بالراحه كده هشيل ورق الزبده
بهذا الشكل الظريف. هعمل ايه بقى معايا؟ الصوص الشوكولاته، بس انا عايزه اسيحه شويه في المايكرويف. بصوا هي جمدت خالص ازاي، وهي عباره عن 400 جرام من الشوكولاته الخام عليها 200 مللي من كريمه الخفق للحلويات. بصوا جمدت ازاي، هي لما بنسيبها شويه وكمان دخلها الثلاجه مثلا ممكن بتبقى جامده كده. فانا هحطها بس 30 ثانيه في المايكرويف علشان اعرف استخدمها وافردها على الكيك، واقول لكم بقى ايه يعني انا هقطعها ازاي. كده اهو، وبال بقى ايه ما تسيح شويه. عايزه اجيب ممكن السكينه الحلوه دي كده، والوش ده المشقق المقرمش ده عادي خالص، مفيش مشكله خالص. فاحنا ايه هنشيله كده بالراحه خالص كده اهو كده اهو. والوش ده اصلا مقرمش ولذيذ، بيفكرني بالحروف بتاعه البسبوسه والكنافه كده اهو. وانا بقى ايه عايزه اقلبها على الناحيه الثانيه، وانا ايه بزوقها عشان دي مستقيمه اكتر، فهقطعها كده شرايح كده اهو بالشكل ده. كده اهو بهذا الشكل. خلاص المايكرويف اهو بينبهني ان الشوكولاته خلاص تمام. حاضر يا فندم، هروح اجيب الشوكولاته. اي صفكت شويه اهو. كل اللي انا هعمله ان انا هحط الشوكولاته في النص ما بين كل طبقه كيك والتانيه، فاهمين قصدي؟ انا كده ايه بصوا بقى رجعت سايله خالص تاني ازاي، بس هي كده برضو سالت مني قوي برضو احنا ممكن نجيب دي. انا بقى ايه يعني عندي 100 صوص بقى ده هو ماسك نفسه شويه، هحطه هنا كده على الكيك وافرد. بصوا كده اهو كده اهو، وهقوم ايه موقفاها كده وحطاهم لزقهم في بعض بهذا الشكل الظريف. حاضر، حط بقى هنا كده كده اهو علشان ايه الزق طبقات الكيك الشرايح اللي احنا عملناها من الكيك في بعض كده اهو. واخر واحدة برضو كده اهو بس كده تمام كده اهو. بصوا احنا لزقناها في بعض كده بعد ما ايه قطعناها كده بالطول بهذا الشكل الظريف اهو. وعايزه بقى اجيب الطبق اللي انا هقدمها عليه واحطها، واقوم عامله عليها بقى من فوق شويه من صوص الشوكولاته وشوكولاته كمان مجروشه، ويبقى خلاص الكيك خلص. بصوا سهله جدا، وهقطعها لكم عشان تشوفوا شكلها من جوه الفكره بتاعتها ايه يعني، هتلاقوها ظريفه خالص خالص. نجيب الطبق ده هنا كده، وهاجي بقى مثلا ايه هنا كده عليها بهذا الشكل الظريف، ننزل عليها صوص الشوكولاته كده اهو بس كده. صوص الشوكولاته ده بقى يعمل لها طعم يعني ايه يجنن بس كده. والشوكولاته المجروشه بقى اللي معانا هي فين يا جماعه؟ فين الشوكولاته يا جماعه؟ اهي والله انا اللي مش شايفه انا اللي مش شايفه، بس احنا ممكن بعد تعالوا كده ننقلها بالراحه الطبق كده اهو. الشوكولاته بقى ايه يعني
مغرقة الدنيا وخطيرة. شوية بقى كده هنا كده. طبعا طبعا عايزة تدخل التلاجة ده اكيد، عشان تخلي الشوكولاتة تمسك فيها، يبقى كله مية مية. عايزة اقطعها لكم تشوفوا الشكل كمان ايه من فوق عامل ازاي كده اهو. حطها بس كده هناك واقطعها لكم برضو. عايزه اجيب المكرونه بقى ونقدم الكفته كده اهو. ظريفه جدا ولذيذه قوي. هي بقى من جوه بقى لما نيجي نقطعها هنلاقيها مقلمه بقى كده. نشيل القرمه دي كده اهو. نطلع بقى ايه المكرونه. تعالي يا مكرونه يا ظريفه. سلام، حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها اهو. نجيب طبق الكفته بس اهو. تعالي الكفته دي كمان بقى لذيذه خالص. احنا ممكن ايه نحط كده شويه من البقدونس تحت قبل ما نحط الايه الكفته اللذيذه دي. هتعجب الولاد قوي قوي ان شاء الله، جربوها. عملنا ايه النهارده؟ آه عملنا مع بعض مكرونه بالفراخ بشكل جديد كده ولذيذ قوي وسهله. وعملنا كمان الكفته الحلوه دي اللي محشيه جبنه وشبت، ظريفه خالص. نحط عليها بقى كده رشه شبت خفيفه. وكمان عملنا الكيك المخطط، ظريف خالص خالص. والوقت خلص خلاص، وان شاء الله استنوني بكره الساعه 2. باي باي.